بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نتعرف على الـ types of research. بالنسبة للـ types of research إحنا هنقسمهم according to categories معينة، يعني هيتقسمهم طبقا لخمس حاجات: according to motives أو الـ objective، الـ purpose يعني، أو الـ types of research نفسه، أو الـ time frame، أو الـ design، أو الـ control. نبدأ بأول واحد اللي هو according to motive أو purpose. هنقسمه لحاجتين، إما يكون basic research إما يكون applied research. إيه هو الـ basic research؟ basic research يعني أنا بعمل الـ research ده علشان إيه؟ فهنيجي نشوف الـ basic، نلاقيه إن أنا بعمله علشان أعمل generate knowledge. يعني في البيزك ريسيرش ما بعملش سولف لبروبلم خالص، لا انا بعمل جنريت لنوليدج. يبقى فوكس اون اندرستاندينج ا فينومينا اوف انترست، حاجه معينه انا انترست بيها الفينومينا دي، فانا ببحث وببحث عشان اعمل جنريت لايه؟ لنوليدج، او ازود النوليدج. اكستاندينج ذا بيز اوف ايه؟ نوليدج، علشان يا اما اعمل فيرميريت ثيوري او اعمل امبروف للاندرستاندينج، ازود الناس تفهم ازاي الحاجه دي. طيب هنلاقي ان هو appropriate للبيزك ريسيرش ده عشان اعمل general discovering general principle of human behavior او biophysical process، يعني ممكن ان انا بجمع فيه data او بعمل discover لhuman behavior. بنيجي نشوف example، هنلاقي example يقول the nurse scientist who accumulate information in order to further understanding the relationship between socioeconomic status and the intention to follow a healthy diet. طب هو هنا بيشوف ايه البيزك ريسيرش؟ هو هنا بيشوف الريليشن شيب ما بين السوشيو ايكونوميك ستيتس والانتنشن ورغبتهم، يعني او نيتهم ان هم فولو هيلثي دايت. طب هو متوقع في الريسيرش ده ان الناس اللي يكونوا ايه هاي سوشيو ايكونوميك ستيتس يكون عندهم ايه الانتنشن اكتر عشان يبقوا فولو الهيلثي ايه دايت. يبقى في الحاله دي انا بعمل ايه؟ بشوف الريليشن شيب. يبقى البيزك ريسيرش ممكن ان هو يعمل جنريت نوليدج او ايه يشوف مور ريليشن شيب ما بين كاتيجوريز معينه. الابلايد ريسيرش بقى عكس البيزك ريسيرش. الابلايد ريسيرش انا بعمل ابلاي حاجه معينه او ريسيرش معين، علشان هو من اسمه ابلايد ريسيرش، علشان في مشكله، في immediate problem ومحتاجه ايه ابلكيشن بسرعه، محتاجة solution سريع. يبقى الغرض منه ان هو to find solution to immediate practice problem. focus on finding immediate solution to existing problem. تمام؟ هو designed علشان يشوف how the principle of human behavior can be used to solve problem in nursing practice. يعني انا لو غيرت مثلا جزء من الـ human behavior هقدر ان انا احل ايه مشكلة في الـ practice. او الغرض ان انا لو غيرت ستيبس معينة، لو غيرت مانوفر معينة، ممكن ان انا احل المشكلة قيد الايه الوجود. ماشي، اشوف الاكزامبل بتاعها. The nurse researcher may want to increase attendance at weekly prenatal classes for young aged women and thus would test ايه بقى؟ هي عايزة تزود الاتندنس بتاع الويكلي prenatal classes، يعني هي مدية prenatal classes عشان تدي health education، وليكن ال health education عن science of labor. ليه؟ لان لقوا ان معظم المذرز بتيجي مثلا في second stage of labor، فما بيبقوش لا يلحقوا يعني ايه يولدوها بسرعة، او بتحصل complications. تمام؟ فعايزين ايه بقى؟ عايزين نعلم المذرز دول ان هو من الاول science بتاعت labor ان هم يجوا early، بدري. طب هنا لما نيجي نشوف هنقول هنشوف ان هما المثال بيقول ايه increase the attendance at weekly prenatal classes for young aged women and thus would test بقى ال effectiveness of intervention. ده ال effectiveness بتاع ال health education اللي عطوه ده. طب انا هشوف ال effectiveness ازاي؟ هتابع برضو نفس المذرز دول ولاقي ان هما ال attending بتاعهم to hospital at labor time، يعني جولي في الفيرست ستيج اوف ليبر ما جوليش في السكند ستيج. يبقى في الحاله دي انا البروجرام بتاعي كان بروجرام ايه افكتيف.
يبقى في الحالة دي انا عملت ابلايد ريسيرش، كان في بروبلم معينة ان الناس بيجوا في السكند ستيج، لا انا عملت لهم هيلث ايدوكيشن وعملت لهم بروجرام معين، لا لقيت ان الاتندنس بتاع الفيرست ساينس اوف ليبر بقى زيادة واكتر، يبقى في الحالة دي البروجرام بتاعي كان افكتيف، وبالتالي انا عملت سوليوشن لايه الاكزيستنج بروبلم. طيب تاني حاجة او البيربوس بتاع الابلايد ريسيرش هنلاقيه بيعمل حاجات كتير، سولف بروبلم، ميك ديسيجن، ديفلوب بروجرام معين، ديفلوب ميثود معينه، طريقه معينه، بروسيجر معين، ايفالويت بروجرام اند ميثود زي المثال ايه اللي فات ده. طيب هنقسم الريسيرش اكوردنج تو تايب اوف ريسيرش، واحنا اتكلمنا عنهم قبل كده لما جينا نتكلم في الانترودكشن بتاع النيرسينج ريسيرش، قلنا ان النيرسينج ريسيرش فيه اكسبلوراتوري وديسكريبتيف واكسبلناتوري بريدكشن، هنعدي عليهم بسرعه كده. اكسبلوراتوري يعني انا بعمل عندي اكسبلور، يعني انا ببحث علشان ايه؟ علشان ازود النوليدج برضو. يبقى ريسيرش ستاديز ذات كوندكتد وين ليتل از نون، ليتل از نون بزود الايه النوليدج، حاجات قليله معروفه، فبالتالي انا بزود الايه النوليدج عن الفينومينولوجي. تمام. طب ما نيجي نشوف الاكزامبل بتاع الاكسبلوراتوري. What are the relationship of income, literacy, environment, perceived value and quality of life to behavior intention to commit a crime. طب هنلاقي ان الناس، انا هنا ايه يعني، انا بشوف ال relationship ما بين الحاجات دي كلها، ما بين الانكم والليترسي والانفايرومنت والبرسيفد فاليو على البيهيفير انتنشن تو كوميت ا كرايم. يبقى انا ببص بس على الايه، على الريليشن شيب. تمام. يبقى ده اكسبلوراتوري ريسيرش. كلمه ديسكريبت تاني نوع، ديسكريبتيف يعني انا بوصف حاجات معينه. تمام. يبقى ستاديز in which a phenomena are described in a relationship between variables، يعني اما اوصف الحاجات اللي موجوده، زي مثلا انا اكون باخد داتا بايو داتا من اي حد، اقول له ايه الاي دي بتاعك، ايه الداتا اللي فيه، اسمك وسنك وعنوانك وساكن فين، يبقى دي مجرد داتا، دي هتبقى ايه ديسكريبتيف داتا. او ان انا اوصف relationship ما بين variables، كلمة variables يعني حاجات معينة، traits معينة، يعني ممكن وليكن ال hair color، ال eye color، ال tall، ال weight. هنتعرض طبعا في محاضرة لوحدها عن ال variables وتقسيمتها وأنواعها والحاجات دي. طيب أنا هنا وأنا بقول descriptive research، يبقى أنا ممكن أكون بشوف بعمل description بس، أو بعمل describe the relationship، ما بعملش بقى، ما ببصش على اسبابها او الافكت بتاعها، لا انا بعمل ديسكريبشن بس. لما اجي اشوف الاكزامبل الاقي الديسكريبتيف ريسيرش ات امفيسايز ذا اكوريت ديسكريبشن اوف سام اسبيكت اوف سوسايتي. تمام. ا ريسيرشر مي باي ويش تو اسيس سبيسيفيك كاركترستيك اوف انديفيديوال، زي ما قلت لكم كاركترستيك بتاعت الانديفيديوال، جروب، سيتويشن، ايفنتس، باي سامرايزنج ذا كوموداليتيز the commonalities found in discrete observation، يعني الحاجات اللي موجودة في الايه، في عامة في الcommunity مثلا بdiscrete observation. observation يعني ايه، حاجات يعني منفردة او يعني مميزة لوحدة، منفصلة يعني observation منفصلة لوحدة. يبقى انا في الحالة دي بعمل، ما زلت بعمل descriptive ايه research. example بقى ال descriptive research، انا mainly بجاوب على سؤال what، يعني السؤال بتاعي بيبقى ايه، what is this، او how many of this what، يعني او عدد ال what اللي انا بقيسه ده اعداده قد ايه. نشوف ال example. what are the، نفس المثال الـ income والـ literacy والـ environment والـ perceived value والـ quality of life على الشخص اللي هو عنده intention to commit a crime. أنا بقى مش بقول بقى إيه الـ relationship هنا، أنا بقول what، يعني إيه هو الـ income وإيه الـ literacy status وإيه الـ environment، بوصفهم
يبقى انا ما زلت في الديسكريبتيف ايه ريسيرش. اكزامبل تاني لما اجي اقول ديسكريبتيف ريسيرش تو اكسبلور ذا ديفرنس بتوين ايه فيميل ستودنت هو انيشيت سموكينج ان 13 ييرز. الفيميل ستودنت اللي بداوا سموكينج وهم لسه في مرحله الايه المراهقه اند فيميل ستودنت هو دونت سموك. تمام. طب ريسيرشر هنا عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل ديسكرايب للكاركترستيك بتاع دول والكاركترستيك بتاع دول. طب هيلاقي ايه بقى؟ ار لو جه يقول يحط كويستشن ار رورال ستودنت مور لايكلي تو بي نون سموكر ان 13 ييرز. الناس اللي هم عايشين في بيئه ريفيه اكتر ان هم نون سموكر في ال 10 ييرز بتاعتهم. وممكن نفس السؤال يبقى برضو بيقول are young women from higher socioeconomic status more likely to initiate smoking during adolescent. يبقى انا هنا بشوف ايه بقى؟ بشوف الديفرنس ما بين دول وما بين ايه دول. بس الديفرنس انا بعمل ايه؟ انا بوصفه برضو. انا بشوف الايه الديفرنس ده وبوصفه. بشوف الرورال ستودنت وبشوف الايه الهاي سوشيو ايكونوميك ليفل ستودنت واحط بقى دول كانوا سموكرز ولا دول كانوا نون ايه سموكرز. اكسبلاناتري يعني انا بعمل اكسبلين. طالما اكسبلين يبقى انا مينلي بقول كوزس. طالما بعمل اكسبلينيشن يبقى انا بقى بشوف الايه الكوز وبشوف الايفكت بقى بتاع الكوز ده تاثيره هيكون ايه. يبقى اس برايمري جول از تو اندرستاند اكسبلين ريليشن شيب. اندرستاند لازم افهم واوضح الايه الاكسبلين الاكسبلين الريليشن شيب اللي موجوده دي. ممكن يوزز كورليشن. كورليشن يعني ايه؟ الارتباط ما بينهم. ايه الارتباط ما بينهم؟ يعني ايه العلاقه الايه اللي ما بين الكاركترستيك دي او ما بين الدايمنشنز دي او ما بين الانديفيديوالز او الجروب. يبقى انا في الحاله دي بعمل ايه اكسبلاناتوري ريسيرش. يبقى انا طالما بعمل اكسبلين يبقى انا بجاوب على السؤال ايه واي ايه الاسباب. تمام. طيب لما نيجي نشوف الاكزامبل بتاع الاكسبلاناتوري هقول نفس الاكزامبل بس في الحاله دي السؤال هيكون ايه واي بقى الانكم والليترسي ستاتس والانفايرمنت والكواليتي اوف لايف كل دول بيأثروا على الايه الانتنشن تو كوميت ايه اكرايم. يبقى في الحاله دي انا ايه اكسبلوراتوري اكسبلاناتوري ريسيرش. اكسبلين ريسيرش برضو انذر اكزامبل نفس الاكزامبل بتاع التين ايج ستودنتس اللي هو سموكر ونون سموكر. بس هيبقى السؤال هنا ايه واي دو فيميل ستودنت فروم انا اديت اهو higher socioeconomic level are more likely to start smoking during 10 years than those of lower socioeconomic level. هنلاقي ان الستودنت اللي هم with higher socioeconomic status more likely اكتر بيبداوا السموكينج than الاذرز 10 years student with lower socioeconomic levels. يبقى انا بعمل هنا explain. شوف بقى السؤال هنا هيكون ايه بتاعي what is the relationship between socioeconomic background and initiation of smoking behavior. طبعا انا لازم في الحاله دي ايه هجاوب بالexplanatory research بتاعي اللي هو بجاوب بواي بجاوب على السؤال بواي. طب if there is a relationship why does it exist why يعني بشوف ايه الكوزز والافكت بتاعها. اخر حاجه اللي هو البريدكشن ريسيرش. بريدكشن ريسيرش يعني انا بيبقى عندي بريدكشن من الاول توقع اقول مثلا ان زي المثال اللي فات ان الهاير سوشيو ايكونوميك ستاتس اكتر عرضه من اللور سوشيو ايكونوميك ستاتس. هنا بقى لما يجي اعمل بريدكشن على المثال الاولاني اللي احنا مطبقينه على كل الاكزامبل هيبقى ايه دو بيرسون ويز لو انكم لو ليترسي congested environment البيئة الزحمة low values اللي ما عندهمش اي قيم ولا اخلاق اللي عندهم low quality of life more بقى inclination to commit a crime يعني عندهم ميول اكتر ان هم يعني يعملوا جرائم. يبقى انا هنا بعمل ايه prediction
بعمل بريدكشن، عشان كده حطيت كل الحاجات بتاعتي، اللو انكم، اللو ليترسي، الكونجستد انفايرمنت. تمام، يبقى انا في الاول بعمل بريدكشن وفي النهايه بجاوب على البريدكشن بتاعي ده في نهايه الايه ريسيرش. نيجي بعد كده نشوف التايبس اوف ريسيرش اللي هي الكرايتيريا الباقيه، الهيستوريكال ريسيرش يعني، ونشوف التايبس اكوردنج تو التايم فريم. التايم فريم بيتقسم لهيستوريكال وديسكريبتيف ريسيرش. الديسكريبتيف هيبقى هو زي ما احنا شرحناه من شويه، بس الهيستوريكال بقى، الهيستوريكال ده ان انا بربط ايه، بربط الحاجات اللي هي الداتا فروم ذا باست. ممكن يكون ايه، تعريفات معينه، لوكيشنز معينه، ايفالويشنز معينه، سينسز، تفسيرات معينه، بربطها بالايه، بتبقى عن الايه، عن الماضي، عشان اعمل discover the events in the past but also relate this past happening to the present and the future. بربط الماضي ده بالحاجات اللي هي الايه، البريزنت او المستقبل. تمام، طيب الهيستوريكال ريسيرش تاني ايه، خلصنا كده. تاني نوع اللي هو الايه، ديسكريبتيف ريسيرش، زي ما قلنا ان هو بيعمل ديسكرايب لايه، لفينومينا، او بيشوف ريليشن شيب ببساطه كده، ملوش دعوه باي كوز ولا افكت. نروح للي بعد كده، ان احنا بنقسم التايب اوف ريسيرش اكوردنج تو ديزاين، وزي ما قلت قبل كده الديزاين ده مهم، وده بنقول عليه البلان بتاع الاوفر اول بلان بتاعه الريسيرش. ولما الديزاين بتاعي يبقى مظبوط، انا مختار ديزاين مظبوط متماشي مع اللي انا عايزه اقيسه او اللي انا اعمله في الريسيرش، يبقى انا ماشي في الرايت باث واي بتاعي. بسمي الديزاين انذر نيم اللي هو بلو برينت، يعني لما اجي اقول البلو برينت بتاعك بتاع الريسيرش بتاعك كان اكسبيرمنتال مثلا او نون اكسبيرمنتال او كده، يبقى انا قصدي بيه الايه، الديزاين اللي انت استخدمته في الريسيرش. يبقى انا ممكن اقول على الديزاين البلو برينت او الاوفر اول بلان فور اي ستادي. بنقسم الديزاين لحاجتين كبار قوي واندر اتش 1 ميني كاتيجوريز، هنقسمهم لحاجتين الكبار اللي هو كوانتيتيف وكواليتيتيف، وهنبدا نتكلم على كل واحد منهم، وبعد كده في ايه تايبس تحت كل واحد كمان. التايبس اوف ريسيرش اكوردنج تو ديزاين، في كوانتيتيف ريسيرش، من اسمه كده كوانتيتيف، يعني انا ايه، بقيس في حاجات بقيسها، مش كواليتيتيف، مش حاجات كميه، لا هنا كوانتي كوانتيتيف. يبقى كونسرنيد الكوانتيتيف ريسيرش ده ويز اوبجكتيفيتي، اوبجكتيفيتي يعني انا بقيس بموضوعيه، وانا اللي كريسيرشر انا اللي بقيس، وبيبقى فيه اوفر كنترول على الايه، على الريسيرش ده او على السيتويشن، وبعمل جنراليزيشن للفايندنج بتاعتي. جنراليزيشن يعني السامبل اللي انا باخدها وبطبق عليها ريسيرش، ممكن ان انا اخد النتائج بتاعتها واطبقها على كل الايه، البوبوليشن، كل الناس. طيب يبقى الكوانتيتيف ريسيرش ده بيعمل كونفرت اوبزرفيشن تو نمبر، ما هو من اسمه كوانتيتي، يعني بيعددها، كوانتيفاي الاوبزرفيشن دي ويحولها ايه، الى نمبرز. الاوبزرفيشن دي ممكن تكون عن ايه، عن هيومن بيهيفير مثلا، اكزامبل. تيستينج الهايبوثيسيس في الكوانتيتيف ريسيرش، ايه هو الهايبوثيسيس؟ الهايبوثيسيس ان هو فرضيه انا حطيتها في الاول، فرضيه انا حطيتها مثلا زي المثال اللي احنا خدناه من شويه، لو انكم مثلا او لو فاليو، ممكن ان هي تبقى ايه افكت على الكوميت اوف اكرايم، يبقى انا بحط فرضيه من الاول وبرجع في نهايه الريسيرش اجاوب الفرضيه بتاعتي او الهايبوثيسيس بتاعي ده كان ترو اور فولس هايبوثيسيس. يبقى ده بيحصل تحت اندر ايه، الكوانتيتيف ريسيرش. يبقى الكوانتيتيف ريسيرش انا بعمل فيه تيستينج للايه، هايبوثيسيس. كمان في الكوانتيتيف ريسيرش انا بعمل ديسكرايب ريليشن شيب امونج فاريبل. احنا قلنا يعني ايه فاريبلز، اللي هي حاجه يعني صفات معينه او تريتس معينه، يعني مثلا بشوف البلوند هير كولر مع الايه، مع الكولرد ايز، في ريليشن شيب ما بينهم ولا لا، ما بين مثلا ريس معين مثلا اوروبيان مثلا او امريكان. فده كله under الـ A الـ quantitative A research. types of question asked في الجانب، أنا بعمل describe the variables و examine the relationship among the variables و determine cause و effect في الجانب. طالما أنا بستخدم quantitative research يبقى بعمل determine the cause و effect interaction between the variables بتاعتي دي. example of quantitative research What support factors in the work environment are most important in determining the level of job satisfaction experienced by nurses in critical care unit؟
يعني انا بشوف ايه هي السبورت فاكتور في الورك انفايرمنت. زي ما شرحت قبل كده وقلت ممكن السبورت فاكتورز دي تكون مثلا ايه، ماي كوليجز تكون سبورت فاكتور، ريبيتيشن اوف ذا اورجانيزيشن ممكن دي تكون ايه سبورت فاكتورز، ممكن يكون ريسبكت ممكن ده يكون ايه سبورت فاكتورز. كل السبورت فاكتورز دي هتعمل ايه بقى؟ هتحدد الليفل اوف جوب ساتسفاكشن اكسبيرينسز باي ايه ذا نيرس ان كريتيكال كير ايه يونت. يبقى هنا انا بعمل وات سبورت فاكتورز، يعني انا بعمل ديسكريبتيف ريسيرش ببساطه كده ونو ايه كوانتيتيف. طب ممكن اشوف ريليشن شيب، وات از ذا ريليشن شيب بتوين يوز اند نيد اوف نيرسينج سيرفيس ان ذا رورال اريا. يبقى انا بوصف الريليشن شيب، يبقى انا عملت ايه ديسكريبتيف كوانتيتيف ريسيرش. نيجي للنوع التاني اللي هو الكواليتيتيف ريسيرش. هنلاقي الكواليتيتيف انا ما هوش بقى اوبجكتيف، ما هوش كونفرت نمبر كونفرت اوبزرفيشن تو نمبرز، ما هوش تيستينج الهايبوثيسز، لا هنلاقي حاجات مختلفه. نلاقي مثلا ريسيرش الكواليتيتيف ريسيرش ده كونسيرند ويز سبجكتيف مينينج اوف ان اكسبيرينس، يعني بنسميها ايه لايف اكسبيرينس في الغالب. يعني هنلاقي ان انا كل الداتا بتاعتي concerned with subjective meaning، مش انا الريسيرشر اللي بجمعها، لا في الغالب بتبقى من الايه من الشخص نفسه اللي انا بجمع منه حاجات بتبقى ايه subjective، يعني هو اللي لازم يقولها لي مش انا اللي اقيسها وانا اللي احط الobservation، لا هو اللي لازم يقولها لي، بتبقى اللايف اكسبيرينس بتاعته يبقى هو اللي لازم يتكلم وانا اخدها منه. تمام. it emphasizes verbal description and explanation of human behavior، او يعني هو هيبقى في description و explanation ل human behaviors. هو الشخص اللي انا بجمع منه الداتا هو اللي لازم ايه يعمل لي الحاجة دي، عشان كده بنقول ان هي ايه subjective meaning. تمام. زي الاكزامبل ايه بقى، careful and detailed description of life experience is an attempt to understand how the participant experience and explain their own world and give meaning to it. يعني انت لو سألت واحد هتقول له ايه، انت اشرح يعني اعمل لي ايه اشرح لي العالم بتاعك، انا ينفع اتدخل واشرح بوجهة نظره؟ لا، كل واحد له وجهة نظر وله مينينج في العالم اللي هو عايشه مختلف عن الاخر، يبقى في الحالة دي subjective ايه مينينج. تمام. يبقى دي verbal description explanation of human behavior. the tool for gaining information في الحالة ال qualitative research دي بتبقى عبارة عن participant observation. يعني انا ممكن ان انا اكون انا ايه انا بعمل observation للناس دول وانا ايه involved معاهم، او ان انا قاعد بعمل in-depth interview او in-depth analysis of a single case. وطبعا كل الحاجات بتاعه الداتا كوليكشن دي احنا هناخدها في محاضره لوحدها ان شاء الله. example بقى of qualitative research، what is the meaning of the experience of participating in public health education session for mental health client. يعني انا بشوف ايه، بشوف ان انا عملت خليت الناس يشاركوا في ايه في public health education عن ايه عن المينتال هيلث كلاينت. طب انا بشوف بقى ايه خبرتهم او ايه اللي كان ده ما يمثل لهم ايه، كل واحد الاكسبيرينس بتاعته كان شكلها ايه. يبقى في الحاله دي انا بقيس qualitative research او انا بعمل سوري qualitative research. another example، how do nurses handle patient who refuse to follow instructions. يبقى كل حد من النيرسز دول كان له طريقه معينه ان هو يتعامل او تو هاندل مع البيشنت اللي هو فولو انستراكشن. واحده فيهم مثلا قالت ان انا هدي له هيلث اديوكيشن، واحد تاني قال انا هدي له هقول له ايه الهازرز اللي ممكن تحصل له او ايه الريسك فاكتورز اللي ممكن تحصل له لو هو ما اتبعش الانستراكشنز دي او التعليمات دي. حد تاني ممكن يمضي يقول له مثلا سوري انت امضي ان انت مش هتتبع الاجراءات دي وبالتالي احنا نتخذ معاك اجراءات قانونيه. ففي different ايه different ways to handle patient who refuse the instruction. يبقى انا باخد بقى كل بجمع كل الحاجات دي و
واشوف ايه افضل طريقة وكانت اكتر حاجة فيهم effective ايه. يبقى نوع الريسيرش بتاعي هنا qualitative research. تمام، احنا مازلنا under qualitative research. طيب اخر example، what is it like to be diagnosed with a terminal illness؟ ايوه، حد بقى diagnosed with terminal illness، هتلاقي perceived terminal illness بالنسبة للناس مختلف تماما. واحد يعني استجاب لقضاء الله وقال ده قضاء ربنا ولازم ارضى بيه، واحد قال لا اشمعنى انا، اشمعنى انا من دون الناس دي كلها الجلي. فهتلاقي البرسيفد اكسبيرينس دي مختلفه ما بين الايه الناس. ففي الحاله دي انا ما زلت اندر ايه كواليتاتيف ريسيرش، طالما باخد هيومن اكسبيرينس. خدوا بالكم. طيب هنرجع بقى للتايبس اوف ريسيرش اكوردنج تو الكنترول اوف فاريبل. حته الفاريبلز دي انا قلت لكم دي تريتس معينه، او دي الحاجات اللي انا بقى يعني بشوف الريليشن شيب ما بينها. انا قلت ممكن تكون ايه، تكون مثلا البين، تكون مثلا الهير كولر، تكون مثلا الويت، تكون الاي كولر، تكون الهير كولر، تكون يعني حاجه معينه انا بربط ما بينها علاقه معينه بقيسها. تمام، يبقى دي اللي هي الفاريبل. لو هو كوانتيتيف ريسيرش، quantitative research بيتقسم لحاجتين experimental و non experimental. ال experimental يعني بصهم حاجة معملية محددة جوه المعمل، يبقى دي بسميها experimental، وبيبقى عندي cause و effect relationship. يبقى ال experimental concerned with cause and effect relationship. ال non experimental بتبقى شبه ال experimental بس ايه، فقدت حاجة من حاجات ال experimental. يعني لاقي ايه، in which the researcher doesn't manipulate or control the independent variable. طب دي انا هوضحها تاني، هتتوضح في السلايدز اللي بعد كده. نشوف الـ experimental research تاني. الـ experimental research researcher هنا بيبقى active agent. active agent زي ما قلنا ايه، objectivity جدا، وهو الـ يعني مش ما هوش بس observe، لا هو consciously manipulates، بيعمل حاجة، بيعمل intervention معين. يعني ايه انترفينشن؟ بيدخل دواء جديد، بيدي بيعمل مانوفر جديد، بيعمل طريقه جديده. يبقى في هنا ايه انترفينشن او تدخل معين من قبل الريسيرشر. تمام، the researcher consciously manipulates the condition in the study and make observation in a tightly controlled environment. بصوا بقى انا قلت الاكسبيرمنتال زي تجربه جوه المعمل، يعني انا مسيطر على كل حاجة. انا عامل كنترول على ايه؟ على درجة الحرارة مثلا، وليكن عندي جارز وفي بكتيريا وبعرض البكتيريا دي لحرارة معينة، يبقى لازم نفس درجة الحرارة اللي تتعرض لها، او ان انا بحفظها لوقت معين، عدد ساعات معينة، لازم عدد الساعات المعينة. يبقى انا بعمل كنترول على الانفيرومنت بتاعتي. مينفعش ان انا ايه، لو انا لوز الكنترول ده يبقى انا ما بقيتش اكسبيرمنتال، وصل بقيت ايه كوازي اكسبيرمنتال. طالما انا فقدت حاجه من الحاجات دي، من حاجات الاكسبيرمنتال، يبقى انا بقيت كوازي اكسبيرمنتال. طب نرجع تاني للاكسبيرمنتال. it seeks to determine if a specific treatment influence an outcome. يعني مش احنا قلنا الاكسبيرمنتال في كوز وافكت ريليشن شيب؟ يعني انا بيبقى عندي حاجتين، independent variable وdependent variable. طيب الـ independent variable يعني ايه؟ ده اللي انا بعمله manipulation. يعني ايه manipulation؟ يعني بعمل intervention معين، تدخل معين، ده الـ intervention، وبشوف الـ effect بتاعه على الـ dependent variable. يعني وليكن ايه مثلا، وليكن الـ example، ان انا قلت مثلا ان هعمل study، الـ study دي هعمل intervention ان انا هدي لجروب من الناس من سن الاربعين مثلا مالتي فيتامينز، وبعمل بريدكشن بقول ان المالتي فيتامينز دي هتقلل ايه، هتزود مثلا عمره. تمام، يبقى الانترفينشن اللي انا عملته هنا ايه، المالتي فيتامينز اللي انا دخلته ده، يبقى المالتي فيتامينز ده عبارة عن ايه، عن الاندبندنت فاريبلز. طب الافكت بتاعه اللي هو ايه، ان هلاقي اللايف سبان بتاع الناس دول هيزيد، يبقى ده الديبندنت ايه فاريبل. يبقى نراجع تاني، نشوف الاكزامبل. الاكزامبل مش هنا، انا بقوله انا دلوقتي.
الاكزامبل اللي انا بقول، لو انا if I give multivitamins to two population from 40 years مثلا years old، هيعمل ايه؟ هي increase the life span of this population. يبقى الانترفينشن اللي انا عملته ايه؟ ان انا give a certain medication اللي هو multivitamin، وال dependence variables اللي هو ايه، او الحاجة اللي انا بقارن بيها او الافكت بتاعها ايه، اللايف سبان، هيزود الايه، اللايف سبان. تمام، يبقى انا كنت بشرح بس الجزء بتاع ايه، الكنترول بتاع الانفايرومنت. تمام، it seeks to determine a specific treatment influence an outcome، ده اللي هو الاندبندنت فاريبل والديبندنت فاريبل اللي انا كنت بشرحه دلوقتي. طيب، it includes true experiments with a random assignment of subjects to treat condition and، خلينا نقف لغايه هنا. الترو اكسبيرمنتال، عشان اقول ان الاكسبيرمنتال ده، ان الاكسبيرمنت اللي انا بعملها ترو اكسبيرمنتال، يبقى لازم يكون فيها زي ما قلت من شويه كنترول اوف فاريبلز، يعني كنترول اوف انفايرمنت. تمام، كنترول كويس جدا على الانفايرمنت، في كوز وافكت، في انفلونس بتاع ايه، بتاع independent variables وفي dependent variables. يعني ايه الكوز او ايه الانترفينشن اللي انا دخلته وايه الافكت بتاعه. تالت حاجة، لازم يكون في random assignment of a participant او of subject، يعني ان انا اختار الستادي سامبل بتاعتي دي by randomization، بطريقة عشوائية، ما اختارهاش بمزاجي، عشان بالتالي الفايندنج او النتائج بتاعتي تطلع مظبوطة، ما يبقاش فيها اي manipulation. تمام، طيب لو حصل بقى، نرجع تاني للاخر سطر ده، quasi experimental that use non randomization assignment of a subjects، لو انا ما قدرتش اعمل randomization دي او فقدت الكنترول، يبقى انا هعمل نفس الاكسبيرمنت بتاعتي، بس في الحاله دي مش هيبقى اسمها true experimental، هيبقى اسمها ايه، quasi experimental. طيب نرجع هنا نشوف الترو اكسبيرمنتال زي الصوره دي. بصوا الصوره دي بتوضح ايه، حاجه زائد حاجه، يبقى انا بعمل كنترول جدا، A زائد B هيساوي AB وليكن مثلا، يعني حاجه زائد حاجه هتدينا حاجه ثالثه ثابته، يبقى دي كنترول جدا على الايه، على الاكسبيرمنت. يبقى هنا ترو اكسبيرمنتال مانيبيوليت اكسبيرمنتال ايه فاريبلز، الحاجات اللي تحت دي احنا مش هنشرحها، بس هي examples، يعني ان انا بعمل pre test و post test control group، او post test only control group، او solomon four groups، ودي مش هنتعرض لها دلوقتي. ال properties of true experimental زي ما قلت، بيبقى فيه manipulation، يعني ايه، يعني فيه intervention، حاجة جديدة انا بدخلها. تمام، treatment جديد، maneuver جديد، حاجة جديدة انا بعملها experiment بجربها. تمام، control بقى على الايه، على الاكسبيرمنت كلها، على الايه، على الانفايرومنت بتاعت الاكسبيرمنت دي. randomization زي ما قلت ان السامبل بتاعتي بختارها بطريقة ايه، random. كلمة manipulation اللي انا كنت بشرحها دلوقتي، the investigator manipulate or does something to independent variable by introducing by experimental treatment to subject who withholding it from others. يعني ايه withholding it from others؟ يعني انا بيبقى عندي two groups، بقسم جروب اسميه experimental group، وفي جروب تاني اسميه control group. طب ال experimental group ده انا بديله زي ما قلت هنا something، treatment معين. طيب يبقى انا هديله treatment ده، والcontrol group هديله ايه؟ هسيبه ياخد ال treatment العادي اللي الناس بتاخده، او زي الاكزامبل اللي انا قلت هدي مالتي فيتامينز، ومتوقع ان المالتي فيتامينز دول ان الناس اللايف سبان بتاعهم يزيد، صح؟ يبقى انا هاخد كنترول جروب تاني بقى، وفي برضو ناس نفس الاعمار ومختراهم راندم وكل حاجة، بس ما هماش متعودين ان هم ياخدوا ايه، مالتي فيتامينز. تمام، يبقى هقارن ما بين دول وما بين دول، ان يعني انا مش هدي للكنترول جروب التريتمنت او الحاجات اللي انا هدخلها او الانترفينشن الجديد اللي انا هدخله، يبقى دي اسمها ايه، مانيبيوليشن. يعني انا بدي تريتمنت معين او مانوفر معين للاندبندنت فاريبل، وبشوف تاثيره على الديبندنت ايه فاريبل.
كنترول زي ما قلت من شوية كده، ان انا بعمل ريستريكشن على السيتويشن وعلى الانفايرومنت اللي انا ايه بشتغل فيها. راندمايزيشن ان انا بختار بعمل اساينمنت للجروب بتاعي كان كنترول او كان اكسبيرمنتال بطريقة ايه راندمايزيشن. الكوازي اكسبيرمنتال قلنا لو هو فقد حاجة من الحاجات بتاعت الترو اكسبيرمنتال يبقى في الحالة دي بقى ايه كوازي اكسبيرمنتال، يعني مفيش مثلا نو كومباريزون جروب، ما عنديش كنترول جروب، او نو راندمايزيشن اوف سامبل، يبقى في الحالة دي مش هبقى ترو اكسبيرمنتال، هبقى في الحالة دي كوازي اكسبيرمنتال. تمام. يبقى ايه هي البروبرتيز اوف كوازي اكسبيرمنتال؟ الكوازي اكسبيرمنتال لاكس ات ليست وان اوف ذا بروبرتيز اوف ترو اكسبيرمنتال ريسيرش. والجزء ده مهم وانا بحب اجيب فيه اسئله بصراحه لان هو مهم. involves manipulation of an independent variable. طب ماشي، انا ممكن اكون مدخل ايه علاج معين او عامل intervention معينه but lack a randomization، يبقى في الحاله دي هيكون ايه quasi experimental. طيب does not use manipulation، ما استخدمش manipulation اصلا، and control of independent variables and conducted mostly in a natural setting under natural condition. تمام. يبقى هو ما عملش اوفر كنترول على الايه على الانفايرومنت، اشتغل على الناتشرال ايه كونديشن، يبقى في الحاله دي هيبقى كوازي ايه اكسبيرمنت. البري اكسبيرمنتال بقى ما بنتعرضوش كتير، بس ريسيرشر هاز ليتل كنترول اوفر ريسيرش سيتويشن، يعني لو فقد كنترول على ريسيرش سيتويشن يبقى هيبقى بري ايه اكسبيرمنتال، زي ما هو بيكون بياخد ايه وان شوت كيس ستادي، وان شوت في نفس الايه الوقت واخد كيس ستادي وبيشتغل عليها، او وان جروب بري تيست بوست تيست. احنا انتم مش تعرضوا للجزء ده لان هو ايه شويه كتير عليكم. احنا كده بنكون خلصنا التايبس او الاكوردنج تو كنترول اوف فاريبلز، ودي الاكسبيرمنتال والكوازي اكسبيرمنتال، وكانت خاصه اكتر بالايه بالكواليتاتيف بالكوانتيتاتيف ريسيرش. الحاجات بقى اللي هي نون اكسبيرمنتال ديزاين لها تايبس: سيرفي، كومباريتيف ستادي، كورليشن ستاديز، ميثودولوجيكال ستاديز، سكندري اناليسيس ستادي. نبدا في كل واحده فيهم. بعمل سيرفي، سيرفي ان انا بعمل مسح شامل، بعمل انفستيجيشن ان ويتش سيلف ريبورت داتا، يعني بعمل مسح شامل والبارتيسيبنت اللي معايا هم اللي ايه اللي بيعملوا سيلف ريبورت للداتا دول. From sample with the purpose of describing population on some variables of interest. زي مثلا اقول ايه characteristic of population، هم اللي هيقولولي ايه ايه characteristic بتاعتهم، او ال school او ال community او social survey. يبقى انا باخد منهم ايه كل المعلومات، زي ما باخد مسح باخد المعلومات منهم هم. self report ايه data، يعني اجي مثلا اقول له اديني مثلا الداتا بتاعتك مثلا بتاعت ايه دخلك وسنك وعنوانك والحاجات دي، دي حاجة ايه سيرفي. او زي السيرفي اللي اتعملت في مصر في 100 مليون صحة، ان هم كانوا بيعملوا سيرفي علشان الفيروس تي. طب عملنا سيرفي لايه لكل البوبوليشن واخدنا منهم ايه داتا، اخدنا منهم داتا عن يعني الداتا في الحاله دي عباره عن ايه التحليل بتاع الفيروس، كل الناس عملت تحليل واللي لقوه بوزيتيف واللي لقوه نيجاتيف، فدي عباره عن ايه سيرفي لكل الايه البوبوليشن. تاني نوع اللي هو الكومباريتيف ستادي. كومباريتيف طالما انا بعمل كومباريتيف يبقى بعمل اكزامين ديفرنس بتوين ايه جروب وانذر جروب، يعني مثلا ايه نيو كوريكولوم واولد كوريكولوم، يبقى الديفرنس ايه ما بينهم. correlation studies، correlations يعني انا بشوف الارتباط، الارتباط بتاعهم بعمل examine لل strength of relationship between the variables بتاعتي دول، زي ما نشوف example كده test the strength of a relationship، ايه مدى قوة العلاقة او الارتباط ما بين الايه ال variables اللي انا بقيسها. methodological studies concerns with development، انا بعمل develop او test لانسترومنت معينه او بعمل ايفالويشن لانسترومنت ايه معينه، يبقى في الحاله دي اسمه ايه ميثودولوجيكال ستاديز. خدوا بالكم يعني ايه ميثودولوجيكال ستاديز، يعني انا بعمل استدي علشان اعمل ديفلوب انسترومنت،
يعني ايه instrument؟ يعني مقياس مثلا، ممكن يكون مقياس للبين، مقياس للفتيج، مقياس لووند مثلا. فانا بعمل، انا اللي بعمل ديفلوب للايه، للتول دي او للميثود دي. تمام. secondary analysis studies data are analyzed that were gathered in a previous study. يعني في ناس تانية عملوا الاستادي دي وانا ايه عملت لها analysis من اول ايه وجديد تاني، يعني analysis secondary analysis للداتا دي. نيجي بقى لرقم اتنين اللي هو qualitative research. qualitative research هنا يعني له types معينة، ودي الاجزاء اللي احنا هنتعرض لها في qualitative research يعني، ومهمة جدا. هما 7 حاجات: phenomenological, ethnographic, case study, action research, historical research, grounded theory, narrative research. هنعرف كل واحدة فيهم، لان لو جه اي سؤال خاص بالكواليتيتيف هيكون عبارة عن ايه التايبس اللي هي بتاعت الكواليتيتيف دي. اول حاجة اللي هو phenomenological. phenomenology يعني بشوف human experience through description provided by the people involved. يعني الناس البارتيسبنت معايا دول هم اللي بيدوني الاكسبيرينس بتاعتهم. الاكسبيرينس بنسميها life experience in which the researcher describes the experience of individual about phenomenon described by مين بقى؟ البارتيسبنت، الناس اللي مشاركه معايا. زي مثلا يعني اشوف ايه هو meaning of life for people suffering from chronic illness. انا اللي هعرف، لا هم اللي لازم يدوني دي اللايف اكسبيرينس بتاعتهم. الناس اللي هم في ستريس هم اللي هيقولوا لي هم كانوا في ستريس ليه، السيتويشن. الناس اللي فقدوا لافد وان، يعني الحاجات اللي هي السايكولوجيكال او المحتاجه لايف اكسبيرينس دي هتبقى فينومينولوجيكال ستادس، ونوعها ايه؟ كواليتاتيف ريسيرش. تاني نوع اللي هو اثنوغرافيك ريسيرش. الاثنوغرافيك ده بيبقى انفولفد in the collection and analysis of data about culture groups. مين اللي بيعمل فوكس على الكالتشر؟ يعني انا مثلا هدرس الكالتشر بتاعت صعيد مصر، تمام؟ يبقى انا لازم اعمل ايه؟ stay in the field واعمل describe وinterpretate للكالتشر behavior بتاعت الناس دول. يعني انا هعرفها ازاي؟ لازم انا كريسيرشر ابدأ ان انا ادخل واعيش في وسطهم واقعد فترة وافهم بقى، اعمل interpretation، افسر الكالتشر behavior بتاعتهم دي. تمام. يبقى data collection involved observation and interview. يعني انا بعمل observation وبقعد معاهم اعمل ايه interview. بعد كده النوع التالت اللي هو case study. بعمل in-depth examination لحالة او لشخص واحد. وطبعا الكيس ستادي ممكن تبقى كواليتاتيف وكوانتيتاتيف، مش كوانتيتاتيف بس. جراوند ثيوري بقى، كلمه جراوند ثيوري يعني انا بعمل ديفلوب للثيوري. خدوا بالكم انا مش بستخدم الثيوري، خدوا بالكم الثيوري في الكواليتاتيف كوانتيتاتيف انا ممكن استعين بالثيوري اللي بتقول كذا واطبقها وامشي على الاوردر بتاعها، او امشي على استخدمها واستعين بيها في الايه في الكوانتيتيف. انما لا، في الكواليتيتيف بقى انا اللي بعمل الثيوري. فانا هعملها ازاي؟ هبدا من ايه؟ بعمل اول داتا كولكشن واناليسز، تمام، وبعمل في النهايه الثيوري. تمام. is a design of inquiry from sociology. sociology بتعامل مع الايه؟ مع السوسايتي. تمام ماشي. In which the researcher drives a general abstract theory of a process, action and interaction grounded in the view of participant. يعني ممكن ان انا بعمل ايه؟ بعمل data collection الاول، بجمع data واعمل ايه؟ اعمل refinement، يعني اخد بقى الحاجات الايه، جمعت data من ناس كتير او من عدد كتير، من 100 شخص مثلا، طب عن حاجة معينة، عن life experience مثلا معينة، او عن فينومنا معينة انا بقيسها. طب لقيت ان في ناس كتيرة من 100 دول بيشتركوا في 4-5 items، يبقى ابدأ ان انا ايه؟ اعمل refine. يعني ايه؟ انقي بقى الايه، الحاجات الكتيرة قوي اللي انا خدتها من 100 واحد دول، واعمل stress على الايه؟ على الخمسة، من 5-10 items اللي كلهم توافقوا عليها. تمام؟ وبعد كده اشوف الانتر ريليشن شيب ما بين الكاتيجوريز دول،
كانت في ريليشن شيب بينهم ولا لا، وفي النهاية اطلع بالايه، بالثيوري اللي هي عبارة عن ايه، بدل ما بقوا 10 items بقى عبارة عن 5 items. تمام، يبقى دي grounded ايه theory، هتبقى نوع من انواع الايه qualitative research. action research زي ما شرحنا من شوية ان كان في عندي problem وانا seeks ايه to solve this problem. historical research برضو هي نفس الحكاية، ان انا دورت في الباست وعملت ايه، ممكن اكون دورت على cause وeffective بتاع الكوزز دي وعملت انسر لكويستشنز. لما اجي ابص على الهيستوريكال ريسيرش الاقي ان هو سيستماتيك كولكشن وكريتيكال ايفالويشن. سيستماتيك كولكشن يعني هو بدا يعمل كولكشن بطريقه ايه، بطريقه يعني منظمه جدا، وبعد كده عمل كريتيكال ايفالويشن انتقدها، يعني دو يعني قيمها بطريقه، يعني انتقد الحاجات دي وعمل لها evaluation يعني تقييم للانتقاد بتاعها ده، او قيم الانتقادات اللي عليها، وعمل interpretation في النهاية فسرها. فبالتالي هنا ايه، دورلي على ايه، كان في كوز وعمل effect معين. تمام، وعمل في النهاية discovering new ايه knowledge، وهو عملها بقى عن ايه، عن حاجة في present او في future، لا عملها عن حاجة في الايه، في الماضي. يبقى هو ممكن يكون فسر احداث معينة ربطها ببعضها وطلع بايه، بنتائج مختلفة. تمام، يبقى ده historical research. بعد كده narrative analysis. كلمة narrative analysis يعني حد بيتكلم كده كلام، يعني narrative يعني بشكل ايه، بيسرد، يعني narrative ان هو بيسرد. يسرد ايه narrative، focus on a narrative or story، يعني واحد بيحكي قصته. يبقى الريسيرشر في الحالة دي بيعمل studies lives of individual، كل واحد بيدي الستوري بتاعته هو بيكتبها. تمام، لما نيجي احنا كده خلصنا كل ال types of research وتقسيماتهم. لما نيجي نبص على scientific research ال characteristic بتاعهم، نلاقي ان في حاجات common كده اساسية في scientific research. should include problems that need a solution. تمام، يعني ما اعملش ريسيرش على حاجه ما هيش لها اي بنفيتس، لا انا احاول ان انا ادور على يعني مشكله وادور لها على حل. should achieve a general objective rather than personal objective، ما تبقاش حاجه صغيره جدا واعمل عليها ريسيرش، لا لازم تكون حاجه ايه عامه وكبيره عشان اكتر عدد من الناس يستفاد بالسوليوشنز او بالحلول اللي انا بدور لها على حلول في جوه الريسيرش بتاعي. should follow scientific approach. طبعا ده هناخده المحاضره اللي جايه ان شاء الله، ان في ستيبس معينه او في ابروتش معينه او فيزس معينه لازم امشيها وانا بعمل الايه الريسيرش، ما ينفعش ابدل خطوه مكان خطوه. اللي scientific research should add a new information، قاعدين من كل حاجه نقول ايه generate new base of information extending the base of information، يبقى should ايه add a new information، او يكون add new facts او validate result، يعني result حد تاني research اتعمل في امريكا وانا جيت قررت نفس الريسيرش دوت علشان اكد على result بتاعته ان هي حقيقية، او ان result بتاعته دي مظبوطة علشان ابدأ ان انا ايه اطبقها مثلا في مصر. test theories، يعني حد عمل theory معينة وانا بعمل لها test، زي ما قلنا اللي هي في ال quantitative research بيعمل testing theory. explain findings، زي ما قلنا secondary analysis ممكن ان انا اخد finding بتاعت حد معين واعمل لها explain، يا اما اتماشى معاه يا اما ابقى contradicted له. find out new relationship، في بقى علاقات جديدة انا هكتشفها لما امشي في scientific research. research result should be liable to، خدوا بالكوا scientific research حاجتين مهمين جدا جدا جدا، testing و generalization. testing يعني لو حد تاني another researcher choose the same problem و follow same steps بتاعت الريسيرش لازم يخرج ايه the same result، لازم يطلع بايه بال same result، يبقى ده ايه liable to testing. تاني حاجة generalization زي ما شرحتها من شوية، قلت ان لو انا خدت جروب مثلا وليكن 100 من ال participant 100 sample بتاعتي، يبقى الريزلت اللي هتطلع من ال 100 دول could be generalized to the whole population، يبقى ده الجنراليزيشن، ان الريزلت بتاعت السامبل بتاعتي دي تتطبق، هلاقيها انها تتطبق على كل الايه بوبوليشن لو انا فولو ساينتفك ريسيرش ابروبريتلي. تمام،
The researcher should be ethical بقى. ethical يعني ما يحصلش violation لأي rights من ال patient rights اللي احنا خدناها قبل كده وشرحناها, أو profession يعني, ولا nursing professional profession إن أنا يعني أدخلها في أي ethical issue, أو researcher himself ممكن إن أنا أحط نفسي في حاجات أخلاقية إن هي ممنوعة. عشان كده قلنا إن في ethical committee بتقرر إيه الريسيرشز اللي تتعمل, وما يكونش فيه أي violation لأي humans وأي rights. وحتى لو في حاجة جديدة زي ما قلنا الفاكسين بتاع الكوفيد 19 لازم يكون فيه volunteers, والفولنتيرز دول يعني freely إن هم يشاركوا أو يبقوا participant. مفيش أي violation, مفيش أي ستريس عليهم علشان يشاركوا في أي research. تمام, هنشوف آخر حاجة بعد كده, آخر نقطة هنتكلم فيها في المحاضرة دي, limitation of the scientific research inadequate for addressing moral or ethical question. ممكن تبقى حاجة يعني ما عنديش أنا لها حلول, يعني زي should abortion be legal. الابورشن ده legal يعني ما دخلش نفسي بقى في حاجات ايه دينية وحاجات فيها contradictions. لا, ما مش المفروض ان انا اتدخل يعني واخد فيها قرار كعلم. لما هي في اديان بتجرم الحكايه دي انا ما تدخلش بالعلم واقول, الا بقى لو في حاجات تانية يعني حاجات مثلا ان في خطر على صحه الام او في حاجات تانية, انما ما اقدرش اقول ان هو ليجل ولا مش ليجل انا كساينتفك, الا لو في بيز. طبعا احنا لسه بنقول يكون في بيز ان في خطر على حياه الام او حياه الجنين, بس انا يعني دي الليميتيشن اللي بتبقى بساينتفك لما تدخل في حاجات ايه ethical او moral زي ما مثلا. طيب خلاص معايا, it must contend with problem of measurement. يعني لازم يبقى بيؤكد ان في measurement. لما يكون عندي problem معينة او variables معينة وانا بقيسها لازم يبقى لها tools معينة ولها حاجة بقيسها. يعني في wound انا بعمل assessment لل wound, في مثلا fatigue يبقى في scale لل fatigue. ما اقدرش ان انا اقول ان هو very fatigued او slight fatigued من غير ما استخدم حاجة instrument مظبوطة او measurement مظبوطة. Typically focuses on a relatively small portion of human experience. هم عايزينه بقى ان يعني الليميتيشن بتاعه ان هو بيعمل فوكس على الايه small portion, عايزين ياخدوا كل حاجه. يعني ان الريسيرش الواحد يكون بينطوي على اكتر من حاجات كتير قوي بيقيسها, مش حاجات صغيره زي مثلا ويت جين والدبريشن والحاجات دي. عايزين ياخدوا يوسعوا الامور يعني, بس طبعا دي بتبقى صعبه على الريسيرشر ان هو يقيس variables كتيرة وبيبقى time consuming. فعشان كده هم الثلاث حاجات دول limitation of research. يعني limitation يعني ايه؟ المعوقات اللي ممكن تقف قدام اي researcher او تقف قدام اي بحث لو هو حتى proceeded. ممكن ان هو يكمل البحث بتاعه بس في نهاية الريسيرش يقول ان انا كان في limitation قابلتني في الاستادي 1 2 3. تمام, احنا بكده نكون خلصنا المحاضرة دي, وان شاء الله المحاضرة الجاية هتكون على ال process of research. هنبدأ نتكلم عنها كلها. شكرا.